أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذه جولة متجددة تأتي حضراتكم من الآن، نستعرض ونسلط خلالها الضوء على جديد وآخر التطورات، فأسعدتم أوقاتا. البداية ستكون مع إطلالة لأبرز تطورات مؤشر فيروس كورونا المستجد حول العالم، تحديدا سنتحول إلى فرنسا التي سنبدأ معها جولتنا الآن لنسلط من خلال زميلنا خالد شقير الذي ينضم إلينا مراسلنا من مدينة مارسيليا في الجنوب الفرنسي حول آخر التطورات المرتبطة بفيروس كورونا، ما إذا كانت الأرقام أخذة في الانحسار ولو قليلا أم أن الأسوأ لا يزال منتظرا في ضوء تصريحات المسؤولين الفرنسيين وتحديدا وزير الصحة أوليفي فيران، وكذلك التصريحات التي كانت قد أتت على لسان رئيس الوزراء الفرنسي الوزير الأول إدوارد فيليب الذي كان قد شكل لجنة أزمة لإدارة هذا الملف، وقال إن التداعيات الاقتصادية ستكون كبيرة وواضحة على فرنسا، هذا مفهوم، ولكن أيضا على عموم القطر الأوروبي. فرنسا التي لم تكن قد تعافت أو أحسنت التعافي من بعض الأزمات ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي التي كانت مرتبطة بخطط إصلاح كما كان يسميها الرئيس إيمانويل ماكرون التي قوبلت برفض كبير وهائل، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تشكل ما يعرف بأصحاب السترات الصفراء، ومن بعد ذلك تظاهرات أعضاء النقابات المختلفة وتحديدا نقابات النقل التي أصابت فرنسا في عمومها بشلل كبير على مستوى الحركة أو الانتقال. لم تكن فرنسا بحاجة لأن يصيب العالم هذا الفيروس، فيروس كورونا، لتزيد حجم معاناتها ومضاعفاتها الاقتصادية السلبية، لكن على أي حال هذا هو الواقع الذي على فرنسا أن تعيشه وأن تتعامل مع تداعياته، كما على أوروبا كذلك التي لا يبدو أنها تعاملت بمنطق واحد أو بمنهج منسق كما كانت تطالب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. الدول الأوروبية في أغلبها تعايش أوقاتا صعبة على مستوى حصر التداعيات الصحية والطبية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أو على مستوى التداعيات الاقتصادية التي قد تكون وخيمة، ومنظمات عدة وتحديدا صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي كانا يتحدثان عن أرقام بالغة السوء إذا ما نظر كذلك إلى تداعيات مرتبطة بسوق العمل الأوروبي الذي من شأن بعض التقديرات التي تحدثت أن يفقد سوق العمل ملايين الوظائف على خلفية هذه الأزمة. خالد شقير زميلنا مراسلنا من مارسيليا ينضم إلينا الآن ليطلعنا على جديد الأرقام والتطورات المرتبطة بإحصاءات الإصابة والوفيات الجديدة. خالد أهلا بك. أهلا بك زميل العزيز أحمد وتحياتي لمشاهدين إكسترا نيوز. خالد، ماذا في أرقام فرنسا الجديدة، إصابات أو وفيات، قبل أن نتحدث عن بعض التداعيات الاقتصادية؟ نبدأ دائما بأعداد الخارجين أو الذين تم خروجهم من المستشفيات، إجمالي عددهم وصل إلى 21,000 حالة تم شفائهم أحمد، دائما بالإيجابيات. والإيجابية الثانية هو يعني انخفاض عدد الذين يحتاجون إلى غرف عناية مركزة من 4 أيام من 100 تقريبا إلى 19 بالأمس، فكل هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية تدعونا للتفاؤل ولكن والحذر على وجه التحديد، كما أشار إدوارد فيليب أمام مجلس الشيوخ عندما تحدث بالأمس على أننا لا يجب علينا أن نتفائل كثيرا ويجب علينا أن نتعامل مع مثل هذه الأرقام بالحذر الشديد. صحيح يعني المنظمة أو القطاع الصحة في فرنسا والمستشفيات كان يعني يخشون أو كانوا يخشون عدم وجود أثرة كافية، وإلا إن هذه الأعداد المتدنية أو المتسارعة أو غير يعني غير المتسارعة نحو القمة تجعل هناك نوع من أنواع يعني الطمأنينة شيئا ما في عدم وجود أزمة لغرف العناية المركزة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التخطيط الذي يعني بدأت به الحكومة الفرنسية حتى وإذا كان بدأ مضطرا إلا أنه بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الجيش وأيضا وزارة الداخلية بدأ يثمر على انخفاض مثل هذه الأعداد وبصفة خاصة المحتاجين لغرف العناية المركزة. أحمد، متواجد تقريبا 20,000 مريض في المستشفى منهم 7,800 تقريبا في غرف العناية المركزة. من المعروف أن المستشفيات الفرنسية فيها حوالي 12,000 غرفة
مركزة. بالنسبة للوفيات أحمد، أكثر من 500 يوم أمس في المستويات، يرتفع عدد المتوفين أحمد إلى 11,000، مع أن أمس عندما صرح جيروم سالمون مدير الصحة الفرنسي عن هذه الأعداد، أعداد الوفيات على وجه التحديد، قال أنه لم يتم حصر أعداد الوفيات في دور المسنين، مما يجعل أن العدد عدد الوفيات قابل لماذا في للزيادة. هذا اليوم تحديدا خالد، في كل مرة يتم إعلان أعداد الوفيات يتم جمع الأرقام بأكملها في المستشفيات وكذلك في دور رعاية كبار السن؟ هو قال مسألة تقنية أو مشكلة خاصة بالحواسب أو بالمراكز المتواجدة لحصر هذه الأعداد. يعني هناك من يقول أو من ربط هذه الأعداد بمحاولة طمأنينة أو عدم ارتفاع يعني أعداد الوفيات، مما سيحبط الكثير من الفرنسيين، وبصفة خاصة أن هناك إهمال شيئا ما بدور الرعاية الصحية. هل هذا الأمر وارد؟ هذا ما يقوله المعارضة الفرنسية بالأمس أحمد. كما تعلم، كنت قد أعلنت أن هناك حديث للرئيس ماكرون اليوم، ولكن تم تأجيل هذا الحديث إلى يوم الاثنين لإظهار أو للتعرف على الوضع على أرض الواقع. بعيدا عن تسييس أزمة كورونا، وهي مسألة كبيرة للغاية في داخل كل دولة وفي نظرة وعلاقة الدول بعضها وبعض، ماذا عن مستوى الرضا الذي يستشعره المواطن الفرنسي تجاه الإدارة الفرنسية الحالية؟ صحيح أن هناك استطلاعات رأي قالت إن أعلى معدلات رضا نالها الرئيس إيمانويل ماكرون ربما كانت خلال الشهرين الماضيين اتساقا مع أداءاته حول كورونا، لكن ماذا عن الرضا العام تجاه أداء الدولة الفرنسية مع أزمة كورونا، أو مستوى الصدقية الذي تتمتع به الرواية الرسمية الفرنسية تجاه أعداد الضحايا أو المصابين وعموم التفاصيل المرتبطة بكورونا؟ بصفة عامة أحمد، بالتأكيد الفرنسيين كانوا في بداية الأمر يعني منزعجين ومتخوفين جدا ليصبح السيناريو الإيطالي ومن بعده السيناريو الإسباني، أو تكون فرنسا على مثل هذا الطريق، لأن الأعداد التي أعلنت حتى اليوم بالرغم من وجود 11,000 متوفي معظمهم من المسنين أحمد ومن أصحاب الأمراض الأخرى والمتواجدين، والعدد على فكرة قابل للزيادة، ولكن يدعو الفرنسيين إلى نوع من أنواع الرضا شيئا ما عما حدث سواء في إيطاليا أو في إسبانيا. الرئيس ماكرون يحاول أن يكون الرئيس المتواجد وسط الفرنسيين، شاهدناه بالأمس في سان دوني، واليوم هو متواجد في أحد أهم المستشفيات التي يعني تتابع عمليات الـ يعني تقدم البحث فيما يخص عمليات التعافي والتشافي. أصبحنا اليوم نهتم كثيرا في كيفية الخروج من هذا الحظر الصحي. رئيس الدولة على رأس يعني القائمين على الأرض، ومن بعده رئيس الوزراء ثم وزير الداخلية، الذي أكد أحمد منذ لحظات أنه تم في نهاية هذا الأسبوع عمل تقريبا 500 كمين لمعرفة هل الفرنسيين ملتزمين أو لا، وأنه تم تحرير حوالي 530 ألف تقريبا غرامة لغير الملتزمين. هذا يؤكد أو هذا هذه الغرامات تؤكد ما قلته بالأمس، أن 90% من الفرنسيين ملتزمون حتى بالخروج بالتصاريح التي وفرتها لها وزارة الداخلية، التي وفرت على الموبايل أو على يعني على بإرسال الإيميلات إلى كل الناس، حتى من لم يستطيع أن يكتب هذه الوثيقة أو يطبعها فما عليه سوى أنه يقوم بأخذها على الموبايل، يصبر من خلالها سبب الخروج ووقت والتاريخ بتاع الساعة والمسافة التي سيخرج من خلالها. كل هذه الإجراءات بتؤكد على أن الأغلبية العظمى من الفرنسيين يرون أن الدولة الفرنسية لم تبخل على يعني على الفرنسيين بإعطائهم المزيد من الإرشادات، ولأن حساب لم يحن بعد، وأن هناك إذا كان هناك تأخر شيئا ما، إلا أن الرئيس ماكرون وحكومته الحقيقة بيحاولون إرضاء الشارع الفرنسي بالتواجد وسط الفرنسيين ووسط الأزمة وعدم التخلي عن مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية أيضا. خالد، واحدة من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مجال تصنيع السيارات خصصت
خط إنتاج لديها لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي، فضلا عما أقدمت عليه الشركة الأولى حول العالم ربما المعنية بإنتاج هذه الأجهزة عندما أسقطت براءة الاختراع ومنحت الحق لأي شركة يمكن أن تقوم بتصنيع هذا الجهاز. هل كان للأمر أي مردود على مستوى كثافة المرضى الموجودين في المستشفيات، على مستوى انحسار أعداد الوفيات مثلا؟ أحمد، يعني أحييك على أنك يعني أشرت إلى هذه النقطة على وجه التحديد، وهذا يدعونا إلى يعني أن احنا نقول شابو أو تعظيم سلام لمثل هذه الشركات الفرنسية. أولا الشركة التي كانت تحق فقط في إنتاج هذه يعني هذه الأقنعة تركت وسمحت الجميع بإقناع بإنتاجها، وإيجابية. وأيضا الخطوة الأكبر وفي رأيي أحمد هو هذه الشركات العملاقة، سواء شركات السيارات أو البيوت العالمية التي تتحمل بأخلاقية عالية مسؤولياتها أمام الفرنسيين وأمام الدولة الفرنسية، ولم تترك الدولة الفرنسية لها من أجل يعني هذه الخسائر الكبيرة في الاقتصاد. وأعتقد أنها كانت نموذجا يحتذى به بأنها تعهدت بدفع مرتبات العاملين فيها حتى وهم لا يعملون، ورفعت هذا يعني هذه المشكلة أمام الحكومة الفرنسية، لم تترك الحكومة الفرنسية وهنا وكأنها ترد الحكومة الفرنسية يعني بعض مما قدمته لها هذه الشركات من انخفاض في الضرائب نتيجة للسياسة التي كانت تستخدمها حكومة أدوارد فيليب مكرون. أعتقد أن مثل هذه الخطوات تأتي في إطار التكافل الاجتماعي والتكافل الوطني ما بين قطاعات الفرنسية، ما بين الأغنياء في فرنسا والفقراء في فرنسا، ما بين كل قطاعات الدولة الفرنسية، وهذا يحسب للدولة الفرنسية ويحسب للمواطن الفرنسي ويحسب للثقافة الفرنسية أننا في أوقات الأزمة لابد أن نكون. وخالد، هذا يقود إلى سؤال الأخير المرتبط بالمسؤولية المجتمعية رجال الأعمال. نحن سلطنا الضوء على الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة والدور الذي أدته، ماذا عن كبار الرأسماليين الموجودين في فرنسا أصحاب الكيانات الاقتصادية الوازنة؟ كيف أدركوا أن لهم دورا إذا كانوا قد اطلعوا به في التجربة الفرنسية؟ يعني أحمد، دعني أقول أن معظم هؤلاء يعني كبار رجال الأعمال تقدموا كما أشرت بدفع المرتبات وقيام بمسؤولياتهم تجاه الشركات، وأكدوا أنهم لن يتم تصريح العاملين فيها، ذلك حتى لا ينهار الاقتصاد الفرنسي. الاقتصاد الفرنسي الذي أظهر لومير وزير الاقتصاد والمالية بالأمس أو في الربع الأول من هذا العام حقق اقتصاد لم تحدث في فرنسا من سنة 1945. أعتقد أنهم على أعلى مستوى من الوطنية، وليس رجال الأعمال فقط بل أيضا لاعبين كرة القدم الذين خفضوا مرتباتهم لنسبة تصل إلى 30% حتى لا تتعرض أنديتهم للخسائر المالية وحتى ولو مؤقتا. فهناك خطوات إيجابية تبدأ من الأغنى في فرنسا حتى تصل يعني مردودها إلى الفقير، وهذا هو وقت الوطنية، وهذا هو نموذج أنا كفرنسي أتشرف به، أن رجال الأعمال الفرنسيين يضربون مثلا في التبني والوطنية ليس بالكلام ولكن بالفعل وبالخطوات العلمانية وتحديد مسؤولياتهم والقيام بمسؤولياتهم تجاه الدولة الفرنسية. شكرا جزيلا لك مراسلنا من مدينة مارسيليا في الجنوب الفرنسي خالد شقير، شكرا جزيلا لك منضمن إلينا بالطبع عبر خدمة سكايب. أما نحن فسنتحول مع حضراتكم أيضا لهذه النوافذ كالمعتاد لنتابع سويا من خلالها التطورات المرتبطة بحالة كورونا، مؤشر الإصابات العالمي، مؤشر الإصابات والوفيات كما تتابعونه معنا على الهواء مباشرة في هذه الصورة بأكملها، ترصد لحضراتكم الأرقام المرتبطة بعدد حالات الإصابة وحالات الوفاة وكذلك الحالات التي أعلن عن تمام شفائها. من هذا المؤشر العالمي إلى العاصمة البلجيكية وعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل التي كانت قد أعلنت أيضا عن تسجيل عدد من حالات الوفاة جاوزت 205 حالات وفاة بالأمس، وعدد آخر من حالات الإصابة أصبحت الإصابات المسجلة في عموم بلجيكا 4000 أيضا من الإصابات. بلجيكا التي تضم مقر الاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي الناتو. إلى هولندا أيضا التي نتابع مع حضراتكم فيها الصورة من العاصمة الهولندية أمستردام، وفيها
تبدو نتيجة الإجراءات التي تم إعلانها وإقرارها من قبل الحكومة الهولندية والسلطات في أغلب دول العالم، مرتبطة بالتباعد الاجتماعي، مرتبطة بحظر حركة المواطنين في ساعات كبيرة من ساعات اليوم لمحاولة احتواء والسيطرة على تداعيات فيروس كورونا على مستواه الصحي وعلى المستوى الطبي، تقليل معدلات العدوى باعتباره الوسيلة الأكثر فاعلية. إلى قلب الجانب الاسكندنافي في الشمال الأوروبي، العاصمة السويدية ستوكهولم، ولطالما جرت العادة على الإشارة إلى المسلك السويدي الذي يبدو مغايراً ومختلفاً إلى حد ما في طريقة التعامل مع الإجراءات الصارمة. صحيح هناك إجراءات فرضتها الحكومة السويدية، صحيح أن هناك إغلاقاً لمدارس ولجامعات، صحيح أن هناك إغلاقاً للمجال الجوي لاستقبال الطائرات، لكن الأمور تبدو أقل ولو بقليل عن أغلب الدول التي أقرت حزمة إجراءات وقائية بدت شديدة الصرامة. مستشفى سان توماس إذن في العاصمة البريطانية لندن، حيث يرقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في غرفة الرعاية المركزة، وإن كانت التقارير الصادرة عن الحكومة البريطانية وعن المستشفى تقول بأن الحالة، حالة بوريس جونسون، تبدو مستقرة إلى حد بعيد، وإن كان لا يزال في غرفة الرعاية المركزة غير خاضع لجهاز تنفس اصطناعي. هذه إذن العاصمة الإسبانية مدريد، وهذه هي العاصمة التي كل إسبانيا تنظر إليها والعالم بأكمله وفي القلب منه أوروبا تنظر إليها أيضا نظرة إشفاق كبيرة تستحقها مدريد، العاصمة التي أصبحت مدارة ومدارة بقدر كبير للغاية، هي التي تنافس إيطاليا ولعلها تتخطى إيطاليا في معدلات الوفيات والإصابات وفي مستوى الارتباك الذي أظهرته إذن إسبانيا في طريقة إدارة هذا الملف. من مدريد، من هذه المدينة، تنضم إلينا مراسلتنا شيماء بكر أيضا عبر خدمة سكايب. شيماء، أهلا وسهلا بك، كيف تبدو الصورة على مستوى الأرقام المسجلة في عموم إسبانيا، إصابات أو وفيات؟ اهلا وسهلا احمد، واهلا بالساده المشاهدين. الوفيات النهارده وعدد حالات الاصابات سجلت انخفاضا يعني يكاد يكون معقولا، سجلت 683 حاله وفاه، بالامس كانت 757 حاله وفاه، ليصل الاجمالي حالات الوفاه في اسبانيا الى 15283 حاله وفاه. اما حالات الاصابات ايضا كان هناك تسجيل فيها بالانخفاض، حيث سجلت 5756 حاله إصابة حالة إيجابية، بالأمس سجلت 6180 حالة إصابة، أي ما يقرب من 500 حالة تقريبا انخفاض في الحالات الإيجابية، حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي في إسبانيا إلى 152446 حالة. طبعا المؤشر كان يوحي بأن هناك عامل إيجابي في إسبانيا خلال منذ بداية هذا الأسبوع، إلى أن ظهرت انتكاسة جديدة يوم الثلاثاء وأمس الأربعاء بالارتفاع مرة أخرى على غير المعتاد أو على غير الذي أعلنته الحكومة من ثبات المنحنى في عدد الوفيات أو الإصابات، ولكن عاد بالانخفاض اليوم، ونتمنى أن تكون يعني أن تكون الدراسة التي قدمتها مراكز الأبحاث والعلماء الإسبان كما هي حتى ينتهي شيماء حتى يتم السيطرة. هذا التأرجح صعودا وهبوطا وعدم الاستقرار عند منحنى الهبوط المأمول في إسبانيا، هل له أساس يمكن الارتكان إليه، ولا الأمور حتى هذه اللحظة متروكة وفقط للأقدار؟ كانت هناك بالفعل دراسات كانت بين إسبانيا بالتعاون ما بين إسبانيا والصين في ظهور المنحنى في الارتفاع المتزايد حتى السبوط ثم الهبوط في حالات الوفيات والإصابات، ولكن الارتباك حدث يومي الثلاثاء والأربعاء، لم تكن هناك أي دلائل لهذه الارتفاعات، ولكن ربما كما أعلنه وزير الصحة الإسباني سلفاتورية أن هذه الزيادات التي سجلتها بسبب أن الحكومة قامت بالاختبارات السريعة في المنازل لكل المواطنين الأسبان حتى يتعرفوا على بعض الحالات الإيجابية التي لم يظهر عليها الأعراض، ويمكن أن تكون هذه التسجيلات الارتفاع لا. في هذه الزيادات هي السبب في ذلك. نحن ونتحدث فقط شيماء يعني لضبط المسألة قبل، وأنا أعتذر عن المقاطعة، لكن
الزيادة النسبية التي حدثت يومي الثلاثاء والأربعاء ربما تكون مرتبطة بزيادة معدلات التقصي أو الاختبار التي تمت لمساحات أو لقطاعات أوسع في إسبانيا. بالفعل هو نعم. هذا ما أعلنه وزير الصحة الإسباني نعم. أن السبب قد يكون يرجع إلى هذا الاختبارات السريعة التي تمت في المنازل للمواطنين في إسبانيا في جميع المناحي الإسبانية المدن الإسبانية. نحن ونتحدث الآن هناك جلسة برلمانية قد تكون ساخنة كما نقول بين الأحزاب بين الحكومة والأحزاب المعارضة. الجلسة أساسها اليوم هي التصويت على إمكانية مد حالة الطوارئ إلى يوم 26 إبريل الذي أعلنته الحكومة، وبالطبع الأمر لا يسري إلا إذا بعد موافقة مجلس النواب، ولكن المعارضة بأكملها أعلنت أنها لن توافق على هذا التمديد من حالة الطوارئ، منها حزب بوكسل اليمين المتطرف أعلن أنه لن يؤيد هذا الإجراء في مد حالة الطوارئ، بل واتهم الحكومة بأنها السبب الأساسي في النكسة التي تقع عليها إسبانيا. اتهام الحزب بوكسل اليميني شيماء لحكومة بيدرو سانشيز قد تبدو مفهومة، لكن الاعتراض على مد حالة الطوارئ حتى 26 من أبريل، ما هي الأسباب التي يعزى هذا الرفض لها؟ الأسباب التي يعرض الرفض لها أن هناك بعض الأعمال التي تم وقفها والتي أضرت بالاقتصاد الإسباني، كما أن حالات الطوارئ المدتين التي تمت اتخذتها إسبانيا خلال الفترة الماضية من منذ شهر مارس حتى بداية شهر إبريل لم تسجل فيها أي حالة إيجابية سواء في أعداد الإصابات أو الوفيات، أو لم تكن هناك أي إيجابيات من هذه مد الطوارئ، بالإضافة إلى أن هذه حالة الطوارئ يتبعها سبات اقتصادي، وهذا السبات الاقتصادي الذي دمر كما يعلنون أن دمر المؤسسات الاقتصادية في إسبانيا من مؤسسات وشركات خاصة. أيضا اليمين المتطرف أو حزب بوكس قال اتهم الحكومة أيضا بعدم الشفافية في إعلان حالات الوفاة التي وصلت إلى 15,000 أكثر من 15,000 حالة وفاة، وقال أن هناك بعض الوفيات التي لم يتم تسجيلها ولم نصدق الحكومة الآن، بل يمكن أن تصل عدد الوفيات التي لم يتم تسجيلها إلى ضعف هذا الرقم. وبالتالي طالب الحزب اليميني المعارض الأساسي حزب الشعب في البرلمان، سيطالب اليوم، أعلن أنه سيطالب اليوم في البرلمان ببعض الجلسات التي تمت مع الحكومة خلال الفترة الماضية حتى يتمكن من معرفة البيانات ما إذا كانت صحيحة أم لا. فهناك شد وجذب بين الحكومة وبين المعارضة الإسبانية، أعتقد أن المشاكل السياسية. طب بعيدا عن هذا الشد أو الجذب، بعيدا عن الانتهازية السياسية التي قد تظهرها بعض الأحزاب في طريقة تعاملها، لكن هذه التساؤلات التي طرحوها لا تخلو من وجاهة أيضا، هل هناك فلسفة معينة أظهرتها الحكومة الإسبانية في طريقة إعلان حالات الوفاة أو في طريقة إعلان حالات الإصابة، لأنها قد تكون فارقة أيضا في إظهار الحقيقة من عدمها؟ بالفعل أعلنت السلطة التنفيذية منذ يومين تقريبا أن هناك يمكن أن تكون بعض اعترفت بالفعل أن هناك بعض حالات الوفاة التي لم يتم تسجيلها أو لم تكن الأعداد كما يتم إعلانها، وطلبت وزارة العدل من السجل المدني أن يكون هناك يوميا تحديث للبيانات. السبب يرجع على أن مع زيادة عدد الوفيات وانخفاض عدد العاملين في السجل المدني لم يتمكن جهاز السجل المدني من تسجيل عدد حالات الوفاة يوميا، ولهذا السبب أعلنت المعارضة أنها لن تصدق الحكومة في الأرقام التي تعلنها. أعتقد أنها أسباب يعني يمكن أن تكون غير حقيقية، ولكن الخلاف السياسي أصبح الآن على وجهة الحديث الأسباني أكثر من الأزمة الصحية. حوار متشعب للغاية فيما يخص أسبانيا وطريقة التعامل مع كورونا. شيماء أشكرك شكرا جزيلا عبر خدمة سكايب مراسلتنا من مدريد. أما نحن فسنتحول مع حضراتكم إلى العاصمة العراقية بغداد لنتابع سويا مراسم تكليف الرئيس العراقي برهم صالح لرئيس الحكومة المكلف الجديد مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقية الأسبق بعد اعتذار السيد عدنان الزرفي. والإرهاب. العراقيون في مثل هذا اليوم قبل 17 سنة
كانوا يتوقعون حياة حرة كريمة وبلدا مستقرا مزدهرا. لأسباب مختلفة تداخلت وتخادمت القصور السياسي، المحاصصة، الصراعات والمناكفات مع الإرهاب والتدخلات، ومنعت العراقيين من التمتع بهذا الحق البسيط في الحياة الحرة الكريمة. نجتمع اليوم وبحضور هذا الجمع الكريم ونشهد على تحول دستوري وديمقراطي في بلدنا. الفترة الماضية كانت فترة عصيبة في تاريخ العراق، عايشنا وتعايشنا وتعاملنا وواجهنا الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي كانت تطالب بالإصلاحات وتصويب المسار في بلدنا، وحدثت الكثير والكثير من الأمور السياسية، وفي هذا البلد وفي قلب الشرق الأوسط حدثت تداول للسلطة، واستقالت حكومة السيد عادل عبد المهدي، وتم تكليف أشخاص آخرين أخوة أعزاء ضمن سياقات دستورية معروفة، والتزمت الأطراف بغض النظر عن السجالات والنقاشات بهذه الإجراءات. هذا إنجاز مهم وتقدير مهم. لست بصدد التبرير أننا أضعنا فترة طويلة والشعب العراقي ينتظر منا الكثير والكثير، وكان واجب علينا أن نتقدم بتشكيل الحكومة في وقت أسرع، لكن هكذا واقعنا والتزمنا بتلك السياقات، واليوم نشهد وضعا جديدا. الأستاذ عدنان الزرفي اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة وأرسل لنا رسالة رسمية بهذا الصدد، واليوم أريد أن أشكر للأخ الزرفي التزامه، تقديره للمصلحة الوطنية، ومواقفه الشجاعة في هذه الظروف. تكلمت معه قبل قليل أيضا، أكد لي دعمه لمسار العملية وما يؤمن وحدة الصف العراقي، فأشكره وأقدره على هذا الموقف. اليوم نحن بصدد تكليف الأخ مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. الأخ الكاظمي شخصية مناضلة مثقفة، معروف عنه النزاهة، معروف عنه الاعتدال، معروف عنه الحرص على الحقوق العامة للعراقيين. هذه مسؤولية كبيرة تكلف بها أخي الأستاذ مصطفى الكاظمي، نتمنى له كل الموفقية في هذا المسعى. لكنني أريد أيضا أن أقف على حقيقة مهمة. الفترة الماضية رافقت تلك العملية سجالات وخلافات حادة بيننا وبين الفرقاء السياسيين. اليوم بفضل الله وبجهود المخلصين توافقت القوى السياسية الأساسية، وتوافقت القوى الوطنية والاجتماعية على اختيار الأخ مصطفى الكاظمي لهذا الموقف. فحقيقة يوم مشهود، أننا تجاوزنا مرحلة كانت صعبة علينا كلنا، وكان النظام السياسي يتعرض إلى تشكيك وتساؤل مستمرين. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن العبرة فيما حدث. اليوم نجتمع في قصر السلام بحضور هذه الوجوه الكريمة التي تمثل الطيف السياسي العراقي، والكل حريصين على تشكيل حكومة وطنية مستندة إلى قرار وطني عراقي، وتلتزم برنامج الإصلاح الذي ينشده المواطن العراقي الذي ينتظر منا تلبية حقوقه في الحياة الحرة الكريمة. كان الله في عونك يا أخ مصطفى، مهمة عسيرة، والكل هنا لا شك عندي سيكونون عونا لك، وأنت تكون عونا لهذا البلد. ننتهي من هذه الفترة، ننطلق إلى انتخابات نزيهة
تعطي للمواطن العراقي حقه في اختيار حكومته من خلال انتخابات نزيهة وصادقة، وتعمل أيضا على تدارك تبعات هذه الأزمة الصحية الخطيرة التي تلم ببلدنا، وأيضا التداعيات المالية والاقتصادية لهذا الوضع. كل هذا يجري ومفهوم مهم لبلدنا، ألا وهو الحفاظ على الدولة وتعزيزها دولة مقتدرة وذات سيادة ومستندة إلى قرار وطني عراقي. أتشرف أن أقدم لك كتاب التكليف، وأتمنى لك كل الموفقية يا كاكا مصطفى حبيبي. سيد الرئيس، أتشرف بقبول هذا التكليف. كلنا خدم بشعبنا العراقي، وسنعمل نكون بمستوى المسؤولية أمام الشعب والتاريخ. وأشكر كل الكتل السياسية التي عملت لتوحيد خطابها من أجل النهوض في العراق. شكرا جزيلا. تابعنا إذن مع حضراتكم هذا التكليف الصادر عن الرئيس العراقي برهم صالح، التكليف الذي صادر من الرئيس العراقي مستوفيا الحدود المرتبطة بالإجراءات الاحترازية، مرتديا هذا القفاز الذي كان يتحدث إلى الحضور الذي كان من بينهم السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقية الأسبق الذي أصبح سابقا الآن بحكم تكليفه رئيسا للحكومة العراقية، وعدد من رؤساء الكتل النيابية التي توافقت على اسمه ليكون رئيسا جديدا للحكومة العراقية. كان من بين الحضور كذلك السيد هادي العامري وعدد آخر من رؤساء وممثلي الكتل النيابية العراقية. التوافق كان يفترض أن يكون توافقا داخليا في الكتل داخل البيت الشيعي العراقي، ليصل الأمر في النهاية إلى القبول والتوافق على تشكيل حكومة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي. وإن كان الرئيس العراقي برهم صالح وصفه أيضا بالشخصية الوطنية النزيهة المثقفة التي يتعين عليها أن تتصدى لمهام كبيرة بعد سجالات حادة بين الكتل السياسية بحسب التعبير الذي استخدمه الرئيس العراقي، انتهى الأمر في النهاية بالتوافق على اسم السيد مصطفى الكاظمي بعد قبول اعتذار السيد عدنان الزرفي من رئاسة هذه الحكومة. سننتظر إذن، وهو الرئيس العراقي برهم صالح كان قد أشار إلى حتمية إجراء انتخابات نيابية جديدة تعبر عن إرادة الناخبين العراقيين في عيش كريم. والسيد مصطفى الكاظمي عند إعلانه القبول رسميا بكتاب التكليف الصادر من الرئيس العراقي قال إنه سيكون من بين خدم الشعب العراقي بحسب التعبير الذي استخدمه. من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا الأستاذ باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أستاذ باسل أهلا وسهلا بك، هل انتهت كل العقبات من طريق السيد مصطفى الكاظمي لتشكيل هذه الحكومة؟ تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللأستاذ المشاهدين. سيد العزيز، الآن لأن مسألة التكليف وهذه المطبات هي قد انتهت، ولكن بإمكان السيد مصطفى الكاظمي أن يظهر هنالك مطبات جديدة إذا بدأ يتحدث حول الفصائل المسلحة وحول الأجندات الخارجية وهذه المسميات، لكون القوى السياسية عندما اعترضت على السيد الزرفي، لكون السيد الزرفي بدأ يتحدث بأنه يجب أن يكون الفصائل المسلحة والسلاح المنفرد خارج إطار الدولة أن ينحص بيد الدولة، ولا يمكن بأنه أن يكون العراق عبارة عن حلبة صراعات دولية وهذه المسميات. فهذه المسألة لا تخدم القوى السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة وتمتلك ولاءات خارجية. فاليوم تكليف السيد الكاظمي هذا ليس بمعناه انتهت المسألة، المسألة لم تنتهي، لكون نحن منذ تقديم استقالة السيد عادل عبد المهدي إلى يومنا هذا ثلاث مرشحين تم تقديمهم، وكل المرشحين لم يتوفقوا بتمرير الكابينة الوزارية وإكمالها وهذه المسميات. ومن يلاحظ ويتابع الأحداث في العراق ويقول بأنه ما هذا العراق العظيم الذي يمتلك سياسيين عظماء الذين كل القوى السياسية تبحث على أفضل شخصية يقدم خدمات إلى البلد، ولكن بالحقيقة وبالحصيلة النهائية هي ليست تقديم خدمات إلى العراق، ولكن
تقديم خدمات إلى الأجندات الخارجية وأن يبقى العراق طيب عبارة أستاذ باسل عن حلب الصراعات. وأنت تشير إلى الأسماء الثلاثة التي كلف ثالثهم السيد مصطفى الكاظمي ومن قبله عدنان الزرفي ومن قبلهما محمد توفيق علاوي، ما الذي يتوافر للسيد مصطفى الكاظمي لم يكن ليتوافر لي سابقيه؟ الذي يتوافر بأن السيد مصطفى الكاظمي قريب من الجانب الإيراني ولم يتحدث ولم يتطرق حول مسألة الفصائل المسلحة والسلاح المنفرد عن إطار الدولة، هذه المسألة التي تتوفر عند السيد مصطفى الكاظمي ولم تتوفر عند السابقين. نعدنا إلى السيد محمد توفيق علاوي، قالها من البداية ومن أول خطبة، قال بأنه يجب أن يكون القوات الأمنية العراقية المسلحة هي فوق الجميع. كذلك السيد الزرفي قال بأنه لا يمكن أن يكون هنالك سلاح منفرد خارج عن إطار الدولة. أما نعدنا إلى السيد الكاظمي، السيد الكاظمي كان دوما وتكرارا هو قريب من مصالح الأحزاب الإسلامية أو الفصائل المسلحة وهذه المسميات، فهذا ما يخدم الأحزاب والجهات التي هي تريد بأن تبقى هنالك علاقات قريبة مع الجانب. لكن أستاذ باسل حتى لا يبدو الحديث بعيدا عن الواقع، نحن لا نتحدث عن ديمقراطية من الديمقراطيات الإسكندنافية، نحن نتحدث عن واقع العراق الذي يعلمه الكل. هل هناك رئيس حكومة يمكن أن يأتي إلا بتوافق أو بانسجام بين هذه الكتل وعلى رأسها الكتل داخل البيت الشيعي؟ نعم سيد العزيز، لا يوجد هنالك لا ديمقراطية ولا حتى الدستور، حتى الدستور العراقي لم نتعامل به، نحن وضعناه في على الرفوف، بدأنا نتعامل بالتوافقية وبالتسوية السياسية وبالمحافظة وبهذه المسميات. نحن ابتعدنا عن كل المبادئ الوطنية التي من خلالها أن نبني نظام دولة حقيقية. فالآن لو عدنا إلى الحقائق ولو عدنا وتابعنا مع المجريات، لأن التكليف السيد الكاظمي والسيد الزرفي والسيد علاوي كلاهما هم لم يأتوا ضمن الأطر القانونية والدستورية، أتوا ضمن توافقية تسوية سياسية وهذه المسميات. لكن حتى لو كان الرجل قد أتى من هذه الخلفية، الخلفية التوافقية في داخل أو ما بين الكتل النيابية العراقية، يوصف من قبل الرئيس العراقي بأنه الشخصية الوطنية المثقفة النزيهة، ما المانع إذا كان الرجل يتمتع بهذه السمات والصفات أن يكون لديه قنوات اتصال مع الأطراف الإقليمية الوازنة في الساحة العراقية؟ لا إشكال إذا لديه، بأن هنالك على مسافة واحدة مع كل الجهات الإقليمية، ولكن عندما نلاحظ بأن من يستنزف طاقاتهم وهذه المسميات هي الأحزاب الإسلاميون بين هلالين، هذا يأخذنا إلى عدة مؤشرات وإلى عدة مسائل بأنه مبهمة ليس واضحة. هذا جانب. الجانب الآخر مسألة الآن السيد رئيس الجمهورية عندما يبارك أو يصف السيد الكاظمي بهذه الصفات، هذا ليس بمعنى وحي من السماء أنزل وقد أعطى هذه الصفات إلى السيد الكاظمي. كلهم يخطئون وكلهم قد أتوا بالتسوية السياسية، لا يوجد أي شخصية لم يأتي من قبل التحزبية وهذه المسميات. فسيد العزيز، نحن نقول كلمة وإلى التاريخ، الآن بين المطرقة والسندان وبين هذه المسميات هو الشارع العراقي وهو المواطن العراقي. لماذا؟ لكون نحن قد بدلنا حسن بحسين، لم نغير شيء، مجرد غيرنا الأسماء بين الشخصيات بأنه رحل السيد عادل عبد المهدي وهو بأنه من داخل التحزبية ومن داخل الحكومة. لكن ربما رسالة الطمأنة إذا كانت ستحمل على هذا الوجه أتت من الرئيس العراقي بالقول بأن على السيد مصطفى الكاظمي بعد تكليفه أن يعد العدة لانتخابات النيابية تعبر عن رؤى وأمال الشارع العراقي والشعب العراقي من الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع. هل تؤخذ على أنها رسالة طمأنة أيضا؟ لا سيدي العزيز، جميع المؤشرات والمعطيات تشير بأن لا يمكن أن يكون هنالك انتخابات مبكرة، لكون إذا كانت في السابق قبل أشهر عديدة الأرضية مهيئة والأجواء مهيئة بإجراء انتخابات مبكرة، الآن لا يوجد هنالك أي جانب من الجوانب هو مهيئ بإجراء انتخابات مبكرة، من ناحية الوضع الاقتصادي العراقي، من ناحية الوضع السياسي العراقي، من ناحية الوضع الصحي العراقي، من ناحية الوضع الأمني العراقي، كل هذه الجوانب هي غير مهيئة بإجراء انتخابات مبكرة. ومن يقول
بأن سوف تجرى هنالك انتخابات مبكرة، فهذه الضحك على دخول الشعب العراقي جملة وتفصيلا. الانتخابات المبكرة لا يمكن إجراءها، سوف تجرى الانتخابات ما بعد انتهاء ما بدأ به السيد عادل عبد المهدي والكاظمي إذا توفق بتمرير الكابينة، سوف يكمل الأربع سنوات من المتبقية من خلال هذه الحكومة. أستاذ باسل، لو أنك تحمل رؤية لا تبدو فيها قدر كبير من التفاؤل، على الأقل اتساقا مع المعطيات التي تسوقها، ما هي الخطوات أو الإجراءات التي إن اتخذها السيد مصطفى الكاظمي سيكون قد قدم عطاء طيبا على الأقل في بدايات عمله؟ أي الخطوات تراها قد تكون ذات أولوية وتستند إلى المنطق أيضا؟ بالمرتبة الأولى محاسبة كل طرف متورط بقتل الأبرياء من المتظاهرين، لكون لولا المتظاهرين لم يكن السيد الكاظمي على عتبة رئاسة مجلس الوزراء، لولا المتظاهرين لم يقدم السيد عادل عبد المهدي الاستقالة، لولا المتظاهرين لا يوجد هنالك ضغط. فإذا يمتلك هذه الشجاعة وفتح ملفات من وراء قتل المتظاهرين، صدقني سوف المتظاهرين وكل أبناء الشعب العراقي يصفق ويرفع عليه القبعة، ولكن الجميع يتخوف من فتح هذا الملف. ألم يكن هذا تعهدا أصلا من قبل السيد عادل عبد المهدي ومن قبل المسؤولين العراقيين؟ لو كان الأمر مرتبط بإعلان النية للمحاسبة لما كان الأمر قد تغير كما تقول حضرتك. أستاذ باسل، أستاذ باسل الكاظمي يبدو أننا فقدنا الاتصال به، أشكره على أي حال منضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد، وكنا نتابع مع حضراتكم الصورة التي تتابعونها وكانت قبل قليل للرئيس العراقي برهم صالح الذي تحدث في إطار بلاغي مرتجل حول التحديات التي تعترض الحكومة العراقية المقبلة، وربما هي ذات التحديات التي اعترضت طريق الحكومات العراقية السابقة على مدار 17 سنة. هو استعمل ذات التعبير منذ 17 عاما ونحن نكابد المشقة ونحاول الوصول إلى طريق يعبر من خلاله العراقيون عن آمالهم وعن طموحاتهم، يريد العراقيون أن يعيشوا في وطن يسع الجميع. وقال بعد ذلك إنه عندما تم تقديم خطاب أو ورقة الاعتذار التي قدمها السيد عدنان الزرفي الذي كان مكلفا في وقت سابق برئاسة هذه الحكومة، قبل هذا الاعتذار وتم التوافق على تسمية السيد مصطفى الكاظمي بعد سجالات حادة كما وصف هذه السجالات الرئيس العراقي برهم صالح، لكنه تمنى له التوفيق وقال إن هناك تحديات كبيرة ينتظرها العراقيون منه، وصفه في النهاية بأنه الشخصية الوطنية المثقفة النزيهة التي ينتظر العراقيون منها كذلك أن تذهب صوب انتخابات نيابية مقبلة. لم يشر إلى انتخابات مبكرة على أي حال، لا يفهم الأمر ما إذا كان بالفعل سينتظر العراقيون نحو 4 سنوات أو 3 سنوات ونيف لتنظم انتخابات مقبلة، وطبيعة التداعيات المرتقبة على مستوى ردة فعل الشارع. هذه هي اللحظة التي كان يتسلم فيها الرئيس الوزراء العراقي المكلف الجديد مصطفى الكاظمي كتاب التكليف من الرئيس العراقي برهم صالح في حضور محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وعدد من رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي. نحن وصلنا مع حضراتكم إذن إلى ختام هذه الجولة التي تابعنا مع حضراتكم من خلالها جملة التطورات المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم، وكذلك تكليف السيد مصطفى الكاظمي رسميا برئاسة الحكومة العراقية. الشكر كذلك لزميلتنا مروى ناصر التي ترجمت هذه الجولة للغة الإشارة، شكرا لها ولمشاهديها الكرام، إلى اللقاء.